مشينا للصين ودابا غادي لتايلاند. لا كنضحك معكم، انا باقا في المغرب. اسمحوا لي حيت غبرت عليكم في اليوتيوب وكذا. المهم اليوم ما جيت سلا، شحال ما جيت مدينتي فين كبرت وفين تولدت وفين. وشوفوا شكون معايا اليوم. معايا ماما، اختي الكبيره. هذه الحنينه اللي كنقول لكم هي هذه. سمعي اليوم كديرين كديرين البنات دابا بابا كديري لاني. المهم غتوني نجي نروح القصاريه كنشوف شي حاجات. ما كنقولش انا، كنقول لكم هكا. شوفوا كنشرو بلاغي البلاغي، شوفوا بلاغي لينا رجلينا رجلينا ويني. شوفوا دي حمقتني الرجال ماشي دنسه المحل كحمق. وهادو الجبادورات هادو هما دور من هادشي. شوفوا المحل الصراحه الحوايج ديال الرجال واعرين، حمقوني انا هادو بسريولات ديالهم حتى هادو ديال العريس رحمك الله. الله على عطيسه هادي واعره. المهم بقيت هنا كنشوف شي حاجه. هذا مكان مثلا المحل كيحمق. المهم لقيتوني اليوم جيت القريه باش نشري شي كادويات وكذا، وان شاء الله ندور في القريه ونوريكم المحلات. انا ما نقدش نجبد التليفون بزاف، عديت ما شاء الله القريه فيها اللي طاير لك الصا كيطير لك بلاتي. ماما قلت لكم في القريه شحال من مره اختي تسرقات، ما نقدش نصور بزاف، غنصور لكم غير بعض اللقطات اللي كنت في القيصاريه ولا كنت في شي بلاصه زعما يوم مخبيه بحال هكاك. الناس ديال الصا كيعرفوا القريه، عارفين كلشي. انا بنت سلا عارفه مدينتي. انا بلا ما يقول لي شي واحد جاي للمدينه كتعاير انا بنت سلا يا بنت حي كريمه. هذا ما كان. المهم فما مشيت نوريكم بعض اللقطات، ما نقدش نصور لكم بزاف. سوق ديال القريه ما قديش نصور لكم بزاف حيت كانت صبات الشتاء. المهم نوريكم السويقه هنا عاوتاني بقى نشوف فيه بحال الشمال عاوتاني في الرباط ما كاين ليه حشالي. هادو السويقات كيكونوا فيهم مرخه بحال الجوطيه بحال داكشي. شوفوا يا دانات السوق هذا سوق، وكاين الجوطيه الوليده. المهم هادي كتعرف انا ما كنعرفش، قلت لها زعما كاين الجوطيه، قالت لي ماشي الجوطيه السوق. كنت باغا نقول لكم ان شاء الله زعما يا كنت باغا نقول لكم بلي الا ما يعني ما قديش نتلاقى مع شي بنت غدا ان شاء الله، غدا واخر نهار عندي في الرباط. الا ما قديش نتلاقى مع شي وحده فيكم انا اسفه، ان شاء الله مره اخرى اذا جيت الرباط نتلاقى معاكم ان شاء الله. يا ماما قولي لهم بلي ما كنكذبش. شنو بلي انا ما عندي يومين فسله. احنا غدا غادي. بزاف منكم قال لي حالي فسله جديده اللي ساكنه في الرباط في اكدال. انا اسفه اذا ما قديش نتلاقى معاكم ان شاء الله مره اخرى من نرجع، حتى انا رجعت غير باش نشري شي حاجه وبزز باش رغبت ماما باش خلاتني نجي معاها وصافي. وهذا ما كان. دابا الناس كيشوفوا فيا حاولت ما نديرونجيش وما نحشمش كما كنت كندير. دابا صافي يعني خاصنا نولفوا شويه، ما بقاش كما كنا في الاول. المهم دابا لقيتوني في السوق. كما قلت لكم شفت شي حاجه شي كادويات وكذا، ومن بعد غادي نرجعوا للدار. انا نوري لكم ود اختي واختي، واخا ود اختي وبنت اختي غير ما نوريش لكم بزاف على وديت هذاك الكوبا ولا الكوبا ولا داك. يعني المشكل ديال الدراري الصغار ما خصوش يبانوا في القناه، داك الشيء علاش. شوفوا شنو لا كبيره ولكن ثلاثه الدرام هذوك عشقي الوحيد اللي في لكن كنا هضرنا عليهم في مراكش على الراي. عشقي الوحيد على الراي هو هذا، هو الحقيقي. اما من ديال الشمال وما تبقى خلاص على كيدير. وانا حتى انا كنصايب بحال هذا الراي هو ديال سلا. بسم الله
كوكو لقيتوني وسط الدار بخير وعلى خير. عتير روينه كاينين روينه بقوه الميكات وقوه شري 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 شري. الصراحه سلا ادتني فلوسنا كنا زعما قلنا مرتي زعما يا مضيقه يا خذني الفلوس وكذا تصدقت عليه كثر زعما فنيدق كسيخو شو شحال شي من الحاجه شو 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 البرارد مع التكيسان سري لك بعد عليا من بعد نقول لكم شي فيديو ندوي لكم خاص على هادشي اللي كندير. المهم علينا اتاي هنا قنادر قنادر عتي الروينه اصلا خلينا لما نطفي كنا متكين. وهذه بنت اختي كوكو قولي لهم شي حاجه سلمي عليهم قولي انياسيو قولي انياسيو انياسيو قولي انياسيو تشينغو انياسني تشينغو هذه بنت اختي الزوينه شحال دي اصلا عمري ما بينت معكم في شي فيديو. وهذا ود اختي اجا نزار قولهم انياسيو تشينغو قولها قول انياسيو ان ضحكتي عندي انياسيو تشينغو اي قالت الشي قول انياسيو انياسيو تشينغو تينغو يلعب ده انياسيو تينغو انياسيو تينغو اجي نقولها بثلاثه واحد جوج ثلاثه انياسيو تينغو ايش الزين ديالي كتكوت هذا دوما ولاد اختي اللي ما عمرني ما بينت معكم في شي فيديو كنت وريتكم غير بنت اختي اللي ساكنه في كازا او بنت خويا اللي ساكنه في كازا وولد اختي عمران. لقيتوني دابا جالسه في مانطا شوفوا الموت البرد الموت 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 موت البرد ياك الواليده هادي السميق لي انا كنقول في الشمال كاين البرد ولكن ماشي حتى بحال الدرجه باردين بزاف حنا بزاف حنا في الشمال حنا في الشمال واخا كاين البرد ولكن ماشي حتى هذاك الدرج هنا راه بزاف راه السميق لي ايوا ها هو الغداء ها هو العشاء شوفوا كتفرجوا في علي الدان لاليمان بصحتنا قولوا بصحتنا بصحتنا هذا نعقل عليه ملي كنت دائما صغري دائما ملي كنبغي نخرج السبت والحد في العطله ماما كانت كتخرجنا شوفوا انا خديت الراي وماما خدات على حسن ما نقدش نعض سناني كضروني هذه هي الرباط تتم هذا الفيديو نتمنى يكون عجبكم الفيديو ديال اليوم ديزولي حيت ما صورتش لكم بزاف وما صورتش لكم الطرقه يعني ما صورت يعني ما دويت وما ما صورتش لكم بزاف ديال الحاجات. المهم فيديو خفيف ظريف نتمنى يكون عجبكم الفيديو وسمحوا لي بزاف بزاف كاملين قلتوا لي حرام عليك جيتي وما جيتيش عندنا وما تلاقيناش وما تعرفناش عليك يعني مباشره انا اسفه لكن ان شاء الله مره اخرى نجي ونكون عواله جايه نجلس تما حيت انا جيت بحال اليوم الغد لي جلست نهار والصباح مشيت بحالاتي انا اسفه اسفه والله وشكرا بزاف على الدعم ديالكم اللي عرضت عليا الدار اللي عرضت عليا شحال من حاجه شكرا بزاف 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 عمرني نسال الخير ديالكم والدعم ديالكم ليا
وان شاء الله تلقوا فيديو جديد ان شاء الله. وغادي نحاول نحط لكم قريب فيديو توتوريال ديال الحجاب اللي بزاف منكم يقول لي ساره كيفاش كديري الحجاب ديالك ان شاء الله قريب. نتمنى يعجبكم فيديو اليوم وما تنساوش بارطاجيو وتصيفطوا لصحاباتكم وصحابكم ونتلاقاو ان شاء الله فيديو جاي. كنبغيكم بزاف. ساراني انيو.